إلى أخبار الرياضة. الآن أجرى المنتخب الوطني حصته التدريبية الأولى ببوتسوانا بملعب الرويال أرينا الواقع شمال العاصمة البوتسوانية. هذا وشارك فيها الحصة التدريبية جل اللاعبين باستثناء الظهير الأيمن يوسف عطال والذي اكتفى بحصة خاصة تحت إشراف الطاقم الطبي. هذا وسيجري الخضر حصتهما التدريبية الأخيرة مساء اليوم بملعب أو ملعب الرئيسي والذي سيحتضن المباراة المقررة غدا الاثنين.